يا مساء الخير شعبنا الجميل الطيب الصابر على الأذى. معلش أخواننا، تم حظرنا من النشر كفيديوهات، ولكن هعمل تسجيل وأنزله إن شاء الله خلال الأيام الجاية. هنعمل تسجيل وننزله، ساعدونا بالشير واللايك والمنصات لحد ما تعدي الفترة الإيقاف دي. طيب، عندنا موضوعين مهمات جدا أنا هتناولهم بالتفصيل في حلقات جاية، لكن هي عنوانة وزارة التجارة. وزارة التجارة تابعة لمسؤوليات أبراهيم جابر. وزارة النقل أيضا من اختصاصات اللي تم توزيعها بامتياز من قبل الليو الصادق، وزع الحاجات دي بامتياز عشان إبراهيم جابر يغطي على كل الحاجات اللي هي بتساعد الميليشيا. طيب، إبراهيم جابر في خط وزير التجارة أصدر قرار قبل شهر، قرار بأنه الصادر بتاع الذهب حصري على الخطوط الجوية السودانية. الخطوط الجوية السودانية هي الناقل الوطني اللي بتحكم السيطرة على الشركات الطيران الأخرى، ممكن تستأجر طيارات. وأخطر معلومة يعلم الشعب السوداني إنه محاصرين سودانيين عشان ما تحول قروشها للدولار، عندها سيولة ما قادر عشان تأجر طيارات. المؤامرة اتعملت كذلك قرار وزير التجارة بحصرية النقل الذهب عبر الناقل الوطني. بعد شهر نفس وزير التجارة يغالط نفسه. أنا كنت أفتكر إنه هو زول مهني، لكن طلع غير كده، لأنه تابع ناس عمر شيخ الدين والشلة البايظة من زمن عمر شيخ الدين ده شيخ كله حكومة. أم إن الحكومات قرن وجات وقيرة 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 لحد حكومة الثورة دي، وكان وزير صحة في كادوغلي، والآن راكب مركب العود بتاعه. كباشي ما عنده بيه علاقة ولا حاجة ولا يكذب. فعلاقته مع وزير التجارة الآن الشركات اللي لها مصلحة وإبراهيم جابر، لأنه ما دار الذهب ده ينضبط تحت إدارة سوداني، كسر نفس الوزير نفس القرار. طيب انت يا حبيبي لو كنت أصلا ما مقتنع بالقرار ده أثرته ليه؟ إذا قلت إنه قال هو قراره بعد يعني بعد تكتمل التجهيزات. التجهيزات شو اللي بتكتمل؟ أي هذه خطوط مسجلة وما دار لها أي حاجة، يعني التأجر لها طيارات تنقل هي عبر ينقل الذهب السوداني. لكن لأنه إبراهيم جابر موجود ضغط على وزير التجارة، ما يكذب وزير التجارة. لو ما ضغط يعني ليه؟ كان انت ده وزير جديد كان جاء اكل كلام الوزير الثاني غطى عليه. لكن ده خطر جدا جدا، وزير التجاره ده يلحس كلامه ويلحس قراره ويصدر قرار بانه يلغي الحصريه من معناها شنو؟ معناها يا الخطوط الثانيه شيل العمليه دي، لانها هي صيني شغاله مع الجنجوي ده باقي الخطوط الثانيه دي من اول، يعني اللي بتنقل كان الذهب بتاع الجنجويد والتهريب بتاعه، كيف كانوا بهربوه من المطارات. فحمدنا الله واستبشر خير بقرار وزير التجارة. يجي لا يا أخوان، نقولنا مرارا وتكرارا وجود هذه الحية الرقطاء إبراهيم جابر، وجود هذه الحية الرقطاء لن يجعل بورت سودان، وأن الحرف في الخرطوم انتهت، في أمدرمان انتهت، في الخرطوم انتهت بفضل جيشنا الباسل. لكن معركة بورسودان دي خطرة، أخطر ما يمكن يا برهان. لا تنام في أمان، وجود إبراهيم جابر واللواء الصادق ووجود مستشار الدعم السريع رجال الأعمال قاعدين هناك، وانت أدرى بهم وعارفهم بالنيم. بترول الجنوب أكلوا 122 مليون دولار مرتين وقلنا أوكي. الآن إبراهيم جابر يضغط، طبعا ما بيصاروا في الصورة يا أخوانا، ممكن أسب قرر يطلع ينفي يقول أنا ما عملت كده، لأنه بإيحاءات النائب العام. علاقتك شنو أنت بالنائب العام؟ النائب العام ده تحت اختصاصات الفارس ياسر العطا، أنت برضو كل يومين ثلاثة اجتماع. الآن التقرير بتاع المنظمات العمل التقرير على ضوء الخارجية الأمريكية أصدرت قرار
ده من وين ده؟ ده من وين؟ ده من شنو؟ ما انت ماسك المنظمات دي؟ انت ماسك التعامل مع الامم المتحده يا ابراهيم جابر؟ يا اخوانا ابراهيم جابر ده لن يصلح. ما تقول لي لا تنظيم بيصلح ولا جيش حيصلحك ولا غيره حيصلحك ما دام دم القبيله بيجري في دمك. يجب ابعاد ابراهيم جابر ده، ده سرطان واخطبوط بيقضى على الدوله السودانيه يا اخوانا. ما ممكن نحن فن الدوله السودانيه نخلي قاعد وسطنا يا اخوانا. ليه يعني ما في زول غيره اصلا ابراهيم جابر الا يكون هو تشكيل موجود يا رئيس؟ نحن بنرفع صوتنا، انت قائدنا وما بنتكلم عليك، ولو في كلمه كان بنقولها، لكن انت قائدنا وانت الامام بتاع الصلاه دي الان. الصلاه قائمه لحرب زي الصلاه. فابراهيم جابر ده يجب ان يوضع في حجمه الطبيعي، ويجب ان يكشف للراي العام. لانه بيشتغل كالحي الرقطان من جوا، هسه كسر القرار ده، الان خليه يطلع، هو قال يطلع مندس جبان. هرب من الحرب من هناك، وين انت كنت الحرب شغاله؟ هربت انت واللي هو الصادق، ذاك هارب وانت هارب. وين كنت في المعركه؟ ما تقول لي شلت بندقيه وقفت قاتلت، ما في، بعد الفارس الكاسر يا سرعات ده قاتل وثبت وقاعد الليله بقاتل، حتى انت تطلع بعد يومين تطلع والله قال عائلة الدقر يجب محاكمة. يا سلام، اخيرا بعد 10 شهور فهمت انه عائلة الدقر عائله مجرمه؟ ما كنت اقول الكلام ده زمان؟ يا وش هتقعد لعائلة دقلو خدام لعائلة دقلو تعمل الكلام الفارغ اللي بتعمل فيه ده؟ ده شغل ثلاثة ورقات. يا اخي انت لو عندك حياة وعندك رجولة وعندك ذرة من الاخلاق يا اخي ترجل الان يا اخي، براك بدون ما الجيش يشيلك يا اخي. وازاي انت افترض تتحاكم صلعتك الكبيرة افترض تتحاكم وترمى في الشارع، في الشارع العام. لأنه اللي بتعمل فيه ده بيخضع على الدولة. الحرب انتهت، هيجوا الشباب ده كلهم يعيشوا مشاكل اقتصاديه أسوأ مما كانت موجوده بفضل ادارتك انت للملفات. هسه ملف الذهب لازم تحكي بالسيطره عليهم عشان تعرف ذهب اهل دقل وتطلعوا كيف، والناس المتعاونين مع اهل دقل يعرفوا انه في جهه بتحميهم. دخلك شنو انت بالنقل؟ وزاره النقل دي متمسك فيها ليه؟ لانه انت لحد الليله القانون بنظم عمل البحار في السودان، اتفاقيات البحريه انت معطل وخدت في درجك من زمن مدير مكتبك مامون، دسيته رفضت انه يتعاملوا به، وماسك أسوأ لجنه يا اخي متمسك بها، والان بتتحايل تعمل اسماء جديده وتعمل لها طرق جديده بتاعت ميناء ابو عمامه بتاعت كفلاك الاماراتيين. ما بتقدر زي الفارس ياسر غلاطه يطلع يقول عليهم كلمتين، ما بتقدر، ما بيفتح الله عليك. زي الحي الرقطاء قاعد ومجموعه من الطبالين الصحفيين يطلع يقول لك كده، والله كلكم كنتوا ساكتين وين حبيتني ده ما زمان بتسبحوا بملكه. قاموا الان فتح لكم صوت وبقيتوا تتكلموا تدافعوا عن ابراهيم جابر؟ ابراهيم جابر هارب من المعركه. طالع من الخرطوم بشنو؟ ما في مساعده نسيبه اللي هو قاتل الان في صفوف الدعم السريع. فضيل عشان يغطوها سايق عربية الأمم المتحدة. ليه تسوق أنت عربية الأمم المتحدة؟ ليه أنت تكسر جيشك تركب عربية الأمم المتحدة تطلعوك؟ تأثير؟ بلاش اللف والدوران ده يا إخواننا. إبراهيم جابر ده حي رقطاء يجب إبعاده. ده فيما يخص هذا الملف، أرجع لكم إن شاء الله في تسجيل ثاني للملف الثاني بعد ساعة إن شاء الله.